احنا عندنا مشاكل كتير حتى في الشخصية المصرية، يعني احنا عندنا مشاكل كتير، بس مش وقت اي مشاكل دلوقتي نخلص موضوع غزة الاول وبعد كده نلتفت لاي شيء تاني. انما الدنيا زي ما انت شايف. انت ما مثلتش ابدا في فيلم عن حرب اكتوبر؟ لا خالص. لما بتتفرج على الافلام اللي بتتناول حرب اكتوبر وفيها زملاء بضحك؟ بتضحك. ليه؟ لان مفيش حاجه تعبر عن حرب اكتوبر.